إلى النجف، حيث حمل الآلاف من المتظاهرين الحكومة والقيادات الأمنية مسؤولية استهداف الناشطين على يد المسلحين، منددين بالاعتقالات التي تطال المتظاهرين. ورفع المتظاهرون شعارات ورددوا أخرى تندد بالتدخلات الأمريكية والإيرانية في الشأن العراقي الداخلي، معلنين براءتهم من الأحزاب التي تحاول جر البلاد لأزمات وعقوبات بسبب ولاءاتها وارتباطاتها الخارجية، مطالبين السلطات بتقديم مصلحة العراق أولاً أو ترك الحكم والعودة إلى الدول التي يوالونها وفق تعبيرهم.